السلام عليكم مشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا بكم في عدد جديد من الميزان الصحي. كما عودتكم كل أسبوع موضوع في التحاليل الطبية. موضوع اليوم هو تحاليل أوميكرون، تيست أنتيجينيك تيست رابيد، لا سيرولوجي، لا بي سي آر بوليميراز شين رياكسيون. ما هو فيروس أوميكرون؟ أوميكرون هو متحور لفيروس كورونا، اكتشف في 9 نوفمبر 2021، له 50 طفرة بالمقارنة بفيروس دلتا اللي يحمل طفرتين. على هذيك عنده سرعة الانتشار والهروب من المضادات. ما هي أعراض فيروس أوميكرون؟ قسم أعراض فيروس أوميكرون ثلاث أنواع. النوع الأول أعراض خفيفة، مثال السعال الجاف، الصداع، فقدان حاستي الشم والذوق، التهاب الحلق، لا دياري، الفوميسمو. أعراض متوسطة، مثال إنسان تكون عنده سخانة بزاف، آلام في العضلات، ضيق في التنفس كيعود إنسان يبوجي بزاف. وأعراض شديدة، مثال إنسان يكون عنده آلم في الصدر، ضيق في التنفس مام يكون قاعد في بلاصتو، وزرقة في الشفاه أو الوجه. بالنسبة للتحاليل أوميكرون كاين ثلاث أنواع، كاين تيست أنتيجينيك تيست رابيد، كاين لا بي سي آر، وكاين لا سيرولوجي. نبداو بالتيست أنتيجينيك. لو بخيلر متاعو بيان سور يكون نازل، لا تيج نحطوها في لوني، من بعد نحطوها في السوليسيون، السوليسيون هذاك نحطوها في ان كاسيت نشوفو اسكو بوزيتيف ولا نيجاتيف. لا بي سي آر بخيلرمو كوم تيست أنتيجينيك، وشنو من بعد نديرو لا تكنيك تاع لا بي سي آر باش نشوفو لا شارج فيرال. لي دو تيست هادو، التيست أنتيجينيك ولا بي سي آر، ينداروا من اليوم الثاني حتى اليوم الخامس بعد ظهور الأعراض. دونك ما يقدرش يدير إنسان مثال بي سي آر وهو عنده دو سيمان ولا دي جور من يبداو الأعراض. سما هنا قاعد يغلط في روحو. كي يبداو الأعراض من اليوم الثاني بعد الأعراض حتى اليوم الخامس، نقدروا نديروا التيست أنتيجينيك والتيست تاع لا بي سي آر، سما التيست رابيد ولا بي سي آر. او دو لا دو سانكيام جور ما نقدروا نديروا والو، لا تيست انتيجينيك لا بي سي ار لا سيرولوجي. نستناو اون سيمان حتى 10 جور، من بعد 15 جور من الاعراض نديروا لا سيرولوجي. لو بخيلا متاح يكون سورتو بيباريني، ونشوفوا لي زانتيكور اي جي جي و اي جي ام. كي تكون اي جي ام بوزيتيف و اي جي جي نيجاتيف، معناتها الانسان مازال يعدي. كي تعود اي جي ام بوزيتيف و اي جي جي بوزيتيف، معناتها هذاك وين بدات لا كونفيرسيون، بدا الانسان يكسب مناعه. كي تعود اي جي ام نيجاتيف اي جي جي بوزيتيف، معناتها الانسان يكسب مناعه بريسك توتال او عاد ما يعديش. والسؤال المطروح ديما يقول لك الانسان واش ندير كي تعود عندي الاعراض. كي تعود عندك الاعراض خفيفه ولا متوسطه، اول حاجه ديرها اعزل نفسك بعد على العائله تاعك وجميع الاقارب. اشرب الباراسيتامول، مشتقات الباراسيتامول باش نيفيتي السخانه. اشرب الماء بانتظام، وشري زيت تاع النعناع ادهن به البلايص اللي يكون فيهم الام، البلايص العضلات اللي يكون فيهم الام ادهنهم بزيت النعناع. في الاخير للوقايه من فيروس اوميكرون، تبقى الحاجه الوحيده هي لبس الكمامه، الابتعاد عن الناس. انسان يقول لك راني فاكسيني نحيت الكمامه، نو، الاستهزاء مش مليح. يجب عليك لبس الكمامه، الابتعاد عن الناس. كاين ناس داروا الفاكسان وتقاسوا، يقول لك انسان راني فاكسيني، نو، كاين اللي داروا الفاكسان وزادوا تقاسوا. وواحد يقول لك راني مرضت من قبل، كاين اللي مرضوا من قبل وزادوا من بعد تقاسوا. الحل الوحيد هو لبس الكمامه والابتعاد عن الناس. كاين ناس يدير السيرولوجي يلقى اي جي جي بوزيتيف ولي جي ام نيجاتيف، يقول لك سي بون اني ارتحت اني عديت الفيروس، ما على بالوش باللي قادر البوست كوفيد او اكثر من الكوفيد. نعودو نتبعو الاعراض، ننساو النتائج. الا كان الانسان اللي عنده اعراض خفيفه ولا متوسطه بيان سور يعالجها، يشرب الماء، يشرب الباراسيتامول، يدهن العضلات تاعو ولا البلايص اللي يوجعوه بزيت تاع النعناع. الا لقيت الاعراض شديده مثال ضيق في التنفس، يجب طلب رعايه طبيه مام اك بوست كوفيد، بيسك بوست كوفيد قادر يهلكك لي سيكال اكثر من الكوفيد. شكرا لكم على حسن المتابعه، سعدت بلقائكم، نلتقي في عدد جديد ان شاء الله. دمتم في رعايه الله وحفظه، الى اللقاء.